صدق الله العظيم. بسم الله أبدأ مرافعتي. بسم الله الحكم العدل الذي يمهل ولا يهمل. بسم الله الذي تخزن من الحق اسما وجعله لنا سبيلا وهدفا منشودا. شرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع في محراب عدلكم ورحاب قضائكم. شرف عظيم لها أن تحمل تلك الأمانة. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، جاءت الجريمة التي نحن بصددها اليوم بتعدي المتهم على حرمة النفس والعرض. حرمة النفس والعرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. ويحيون الحق بذكره. تتلخص وقائع القضية في أن شاب اتبع هواه فأضله السبيل، فسلك خلف امرأة والشيطان معه دربا ليضاجعها، فلما فشل لمقاومتها وكأن نفسه الدنيئة قد هانت عليه هم بقتلها خنقا بعد أن خاب أثر فعلته الأولى، علّه ظن أن ذلك يطمس أثر جريمته. سيادة الرئيس، كلتا الجريمتين التي شكلتهما الواقعة مؤثمة بالمواد الواردة